انه من بين 9 لقينا 3 مطابقة. من بين 9 علامات لقينا 3 مطابقة. لما نهضروا المطابقة، اخذ بعين الاعتبار استهلاك الطاقة، ولازم تعرفوا انه استهلاك الطاقة هي تلقاوها واحد الصور مطروحة في تلقاوها في الفريجيدار، تلقاوها في الكليماتيزور. والاخ التقني دوك يفهمنا واش معناها ا بي سي دي او اف جي كذا، دوك يفهمنا. والمعيار الثاني اللي خذيناه هو قوة المبرد. انت عندك بياسة صغيرة كيما هذه تستحق 12000 بي تي يو، عندك صالون كبير تسحق 18، عندك حاجة كبيرة تسحق 24، وهي اللهم جرع. الآن قبل ما نعطيكم النتائج ونقولكم وشنو هي النتائج 3 مطابقة، لازم نعرفوا للناس ما معنى الوسم الطاقوي، وش معنى A B C D E، باش أنا كي نعطيكم النتائج تفهموا ما معناتها A، ما معناتها B، ما معناتها C، ما معناتها D. يعني هنا المستهلك يروح يشري كليماتيزور مكيف، يلقى عدة مواصفات بين هذه الأقسام محطوطة على الكليماتيزور، نقولوا لقى A بسومة. الA هي يكونسومي أقل استهلاك، يعني راح يكون عالي في الثمن ديالو، يكون غالي شوية. وكهنا المستهلك عنده الخيار ما بين، وعلى حساب واش عنده المال تاعو. نشري A ونشري باغ اكزومبل D، راح تكون دو فوا، تقريبا دو فوا كونسوماسيون انرجيتيك. لا فاكتور راح تقام لك زوج خطرات واش تكونسومي في الدي. في الدي تكونسومي زوج خطرات على الا. بمعنى اذا كانت تجيني فاتوره تاع مليون في الصيف، نعم، ونحط الدي تولي تجيني زوج. بارك الله فيك، هذا هو المقصود. هذا هو تسمى اللي ربحته انا. بارك الله فيك، شريته رخيص راح لي في هذا بدرجه اقل ضرر. الضرر الكبير وين راه؟ في الاقتصاد تاع الدوله. وين راح نضطروا باش نديروا برودكسيون تاع لينيرجي تاع الكتريسيتي، نديروا دي سونترال انرجيتيك واحد اخرين باش نزيدوا لا كونسوماسيون هذه اللي راهي فايقه.